تفضل عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ماهر حسين، عضو مجلس امناء الثوره وعضو اللجنه التنسيقيه واحد شباب الثوره، ثوره 25 يناير. اتينا اليوم يوم الجمعه، جمعه المحاكمه وجمعه التطهير، لنعبر عن حقيقه الثوره، وان الثوره لن تنتهي، وان الثوره في طريقها الصحيح ولتحقيق اهدافها. جئنا الى ميدان التحرير اولا لتطهير المؤسسات من رموز النظام السابق. اتينا لتطهير المؤسسات من رموز الصف الثاني من الحزب الوطني. اتينا لتطهير المؤسسات من ربوع الحزب الوطني التي تسللت في المؤسسات وعملت على افساد جميع المؤسسات. جئنا اليوم لنعبر عن انفسنا ونقول لسيادة المشير والمجلس العسكري، عليكم تنفيذ مطالب الثورة. مطالب الثورة اولا وليس الدستور اولا او الانتخابات اولا. مطالب الثورة تتحقق في الاتي: واحد، محاكمة قتلة الشهداء وقتلة الثوار في اي مكان يجب محاكمتهم فورا، وتعليقهم عن العمل ووضعهم في مكانهم الحقيقي وراء السجون حتى يتحقق الامن في مصر. اهالي الشهداء غير راضين عما يحدث من محاكمات علنية لهؤلاء القتلة. يتم تسريب او يتم تنفيذ بعض المخططات التي يضعوها رموز النظام السابق في المحاكمات. يتم مخطط علني واضح عما يحدث في بعض القضايا من تزوير فاضح في بعض القضايا الكبيرة. هناك قضاة معينين لا نقول اسمائهم يجب تغييرهم فورا، لان عليهم مشاكل مع النظام السابق، او لهم مشاكل او لهم سياسات مع النظام السابق. يجب ان تتحقق مطالب الثورة وننتزع من بعضنا بعض والقوى السياسية المسميات اخوان مسلمين، ائتلافات، احزاب. يجب ان ننزل الى الشارع المصري، الى ميدان التحرير كافراد كما نزلنا سابقا. نزلنا يوم 25 يناير لم نقل نحن اخوان مسلمون او اي شيء. الاخوان المسلمون شاركوا من يوم 25 يناير، وانا كاحد شباب الاخوان نزلت من يوم 25 يناير الى ميدان التحرير ولم اعلن صفتي الاخوانية. ونحن نحب ميدان التحرير ونتعلق به، ونطالب المشير ان يسرع في تنفيذ مطالب الثورة حتى يهدأ استقرار مصر ويتحقق امن مصر. وجزاكم الله خير. ان شاء الله محمد مويد.